هنتكلم عن موضوع جديد النهارده ومهم في مجال السوفت وير ويخص السوفت وير انجينيرز، الا وهو الاتريبيوتس اوف سوفت وير. وهتكلم على الاسينشالز، عشان في سب اتريبيوتس فديت مش عايزين ان احنا نشتت اذهان الناس. فانا بتكلم على الاسينشال اتريبيوتس اوف جود سوفت وير. اتكلمنا على اللي هو الجود سوفت وير. يعني ايه جود سوفت وير؟ نرجع تاني للي هي السوفت وير انجينيرنج، والتعريف ده يجب ان يكون امام نصب اعيننا، لان الجود سوفت وير اللي هو الهدف بتاع اللي هو علم السوفت وير انجينيرنج، اللي هو فولت فري سوفت وير ساتيسفايز ذا يوزر نيدز delivered on time and within budget. ما هي خصائص وما هي مواصفات بقى هذا السوفت وير اللي هو يحقق، او اللي هي السوفت وير انجينيرنج؟ اتكلم على، يعني رجعت بقى للمين بوينت الرئيسيه اللي هي الاتريبيوتس اوف جود سوفت وير. وزي ما احنا اتكلمنا في الجزء اللي فات ان كل واحد يبقى نصب عينه اللي هو الغرض من السوفت وير انجينيرنج، من هذا العلم الحيوي اللي هو اساس اللي هو الاي تي سيستمز. هناك اربعه اسينشال اتريبيوتس اللي هم بيعرفهم المينتينابيلتي والديبندابيلتي والافيشنسي واليوزابيلتي. دول اللي انا بعتبرهم الاربعه المهمين وكل الكتب بتتكلم عليهم، دول الاساسيين. مش هتكلم على الفرعيات اللي هي السب اتريبيوتس دي، تبقى تيجي تحت مندرجه تحت اي عنوان من العناوين الفرعيه دي. ما هي المينتينابيلتي؟ احنا عندنا المرحله بتاعت اللي هو البرودكشن او لاي سوفت وير برودكت بتمر من خلال اللي هو الديفلوبمنت فيز، اللي هي الديفلوبمنت، وديت ما بيتمش فيها اي مينتننس لان احنا لسه في مرحله الديفلوبمنت. وبعدين برضو بيتم فيها الاكسبتنس تيست، ثم بيحصل ديليفري للسيستم تو ذا كاستمرز. وبالتالي السيستم حينما ينتقل من الديفلوبمنت فيز الى الكاستمرز، في هذه الحاله بيبتدي ينفذ اللي هو ايه، اللي هو المينتننس. يطلق على ان السيستم هنا محتاج ان هو تو بي مينتين، لان وارد ان السيستم يحصل فيه باجز، يحصل فيه فيلير. وارد ايضا ان الكاستمر لما يبتدي براكتس مع السيستم بتاعه ونتيجه التطور ان هو يحب يضيف او يعدل فيه اي وظيفه الى النظام. هنا المرحلة دي بقى اسمها مرحلة المينتينابيلتي او المينتننس. يعني ليس السيستم وهو في مرحلة الديفلوبمنت بيتم له اي مينتننس، لا، ممكن نعيد الديزاين، ريديزاين مثلا، نشوف اي حاجة محتاجة السيستم، لان احنا لسه موجودين في مرحلة الديفلوبمنت. ولما ينتقل السيستم بعد الى اللي هو الكاستمرز، and the maintenance of software doesn't occur in the development phase. It occurs after the delivery of the system to the customer. After the system delivery, failure may happen to the system and they need to be removed. And وربما ال customers need to add new functions or modify existing functions. So maintainability means that the software is able to correct. هذا معنى maintainability. إن software مع الدوكيومنتيشن بتاعته which is clear to be able to correct the system failure and it should be evolved to meet changing needs of customers. ومن هنا نرجع تاني اللي ان الكومبليت دوكيومنتيشن واضحه، الكودنج بتاعه واضح، الديزاين بتاعه واضح، يعني ان كان بي evolved، وان اللي هو المينتننس انجينيرز ممكن يكوركت اللي هو الباجز اللي هي اللي ظهرت في السيستم افتر ذا ديليفري. نخش في الموضوع الثاني اللي هو الديبندبيلتي.
وده برضو يعني دي بقى اللي بيندرج الديبندبيلتي، بيندرج بعضها بعض اللي هو السب اتريبيوتس زي السكيورتي والسيفتي والريلابيلتي والافيليبيليتي. ولكن ما هو تعريف الديبندبيلتي اللي هي ذا ديجري اوف يوزرز تراست، مدى الكونفيدنشاليتي بتاعت اليوزر في السيستم ويل اوبريت از اكسبكتد، يعني لازم يبقى الكاستمرز عنده ثقة تامة ان السيستم بتاعه شغال كما هو كان يريد، وان اي فيلير في السيستم، وده وارد، ما فيش سيستم اسمه ما بيعطلش، may not cause any physical or economical damage to the environment. ادي معنى الديبندبيلتي. الديبندبيلتي يعني السيستم بتاعي اكتسب ثقة اللي هو اليوزر، شغال زي ما اليوزرز عايزين. لو حصل early failure can be removed very easily and quickly in time، ولا ينتج عن هذا الفيلير اي تدمير للي هي الموارد بتاعت الكاستمرز او يسبب مشاكل في الانفايرمنت الخاصه بالسيستم. وانا قلت الديبندبيلتي بتشتمل على 4 سب اتريبيوتس، دول الموست امبورتنت وان اللي هو السكيورتي والسيفتي والريلابيلتي والافيليبيليتي. السكيورتي يعني ايه بقى؟ The ability of the system to resist accidental and deliberate intrusions. عايزين نفرق بين اللي هو السكيورتي والسيفتي. السكيورتي تتعامل دايما مع الداتا واللي هي stored في اللي هو السيستم، وتتعامل دايما مع الهاكينج او الريزيستنس بتاع السيستم الا يحدث انتروجن للي هو سواء ديليبرت اور اندريبرت تو ذا سيستم. ادي معنى السكيورتي. يعني السكيورتي هي خاصه بالداتا، ان ما فيش هاكرز ولا هاكينج ولا اي حاجه للسيستم اللي هو بتاعه. ادي معنى السكيورتي، ليس لها علاقه ب اللي هو ان الفيلير قد يحدث للسيستم وينتج عنه فيزيكال اور كيميكال دامج تو ذا انفايرمنت. ولكن ادي اللي هي ذا ابيليتي اوف ذا سيستم تو ريزيست اكسيدنتال اند ديليبريت انتروجن، يعني اي واحد يحاول يخترق هذا النظام فاللي هو السيستم بتاعنا از سكيور. في هذه الحاله ما نقولش عليه سيف، لا، از سكيور. دي بتشتمل بقى اللي هي البروجرامز والداتا ار نوت دامجد، حتى لو حاول اي واحد يعني السيستم بروتكت اتسلف ولا يحدث اي تدمير للبرامج واللي هي الداتا الموجوده في السيستم. It ensures information can only accessed by authorized people. ادي معنى اللي هو السكيورتي. لازم نبقى عارفين هناك فرق كبير بين تعريف السكيورتي والسيفتي. مثال عندنا السيستم بروسيس، اند في سيستم زي سيستم البنوك مثلا او الميليتري سيستمز او اي انظمه بتتبادل اللي هي المعلومات. وطبعا يعني ايه من اهم امثله لها اللي هو النظم العسكريه، تبادل الرسائل والتشفير وخلافه، والبانكينج سيستم. تاني سبق اتريبيوت من اللي هو ديبندابيلتي اللي هي السيفتي زي ما انا قلت. How likely the system may cause damage to people or its environment. اي سيستم في العالم قد يحدث له فيلير. فما هو بقى مقدار التدمير او الخسائر سواء اللي هي في البشر او في الموارد التي قد تحدث في النظام او في الانفايرمنت في هذه الحاله، يعني التي سيسببها الفيلير للانفايرمنت او البيبل او واتيفر. يعني how likely the system may cause damage to people or its environment in the event of failure. ديت السيفتي على خلاف السكيورتي زي ما انا وضحت في اللي فات. عاده كل الكنترول سيستم في الاير كرافت والكيميكال بلانت والاوتوموبايل وهكذا لابد ان تحقق اللي هي السيفتي وتحقق الريلابيليتي كما يتضح.
الريلابيليتي، وده ليها تعريف مهم برضو ناخد بالنا منه، probability of failure free operation of a software. يعني ده اسم هو، يعني احنا برضو قارن الكلام اللي موجود هنا بالسلايد اللي هو اللي كان خاص بالسوفت وير انجينيرنج، failure free operation for a specific period in a specific environment. reliability اللي هي failure free operation في فترة زمنية محددة في environment معين، يعني مش في لحظة معينة ولا في أي وضع. فديت أدي معنى إن إحنا بنقيس فترة معينة في ظروف معينة، درجة حرارة معينة، هيفي أوبريشن مثلا أو كده. وفي الحالة ديت نقول إيه، هل حدث أعطاء؟ ما احتمالية حدوث ألا يحدث أخطاء في، أو أعطال ألا يحدث أعطال في اللي هو السيستم بتاعنا. فديت ولذلك أنا واضع هنا يعني خط هوت اللي هو ايه، اللي هو for a specific period in a specific environment. The reliability of the system depends on system environment طبعا and the consequence of failure to users. بمعنى اصح ان السيستم بتاعنا عشان يشتغل هو طالب ان هو درجة حرارة معينة او يشتغل لفترة زمنية معينة، فما جيش ان انا ادي معنى الانفايرمنت او يستلزم اللي هو ثبات الباور مثلا، واجيب انا ايه في انفايرمنت يعني اشغله عكس ما على خلاف ما هو موجود في السبيسيفيكيشن بتاعه، واقول ان السيستم ده ان ريلايبل، لا ده بيتوقف الكونسيكونس تو ذا فيلير. يعني ممكن السيستم يبقى ريلايبل في انفايرمنت معينه وان ريلايبل في 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 مكان ما، يعني الناس بتستخدمه غلط ليس طبقا للمواصفات. فانا مدي مثال هنا اهوت ان احنا لو عندنا سوفت وير سيستم بيترجم، ياخد النصوص الانجليزيه ويحولها لعربي وفرنساوي تكست. فلو كان في يعني لو جيت ان انا احول التكست الانجليش ده الى فرنش ووجدت مشاكل او ان السيستم غير قادر، ففي الحاله دي بالنسبه للفرنش فقط هو السيستم ان ريلايبل، لكن الجزء ده التولز ديت او السوفت وير ده شغال ممكن يترجم، فهو ده يتوقف. يعني لو انا اقصد اقول الانفايرمنت، يعني لو احنا السوفت وير ده استخدمناه للتحويل من الانجليش الى العربي، الناس العربي استخدموه، فهي لا يقول لك ده احسن نظام، ده الريلابيلتي بتاعته عاليه جدا. لو جه يستخدم بالنسبه للفرنساويين مثلا ولا حاجه، هي ليه مش شغال، يقول لك ايه ده السيستم ده ان ريلايبل. ده المثال ده بيشرح اللي هو depends on system environment and the consequence of failures to the users. الافيلابيليتي زي اللي فاتت بالظبط، بس probability of the system to be up and running، السيستم يبقى شغال او able to deliver useful service at a specific time instant، في لحظه معينه period. يعني انت عندك مثلا التليفون سويتش او التليفون بتاعك، انا ما اعرفش ان انا هستخدمه امتى، ما يهمنيش الفتره كلها، انا يهمني الفتره مثلا اللي هي الوقت اللي انا باجي استخدم فيه التليفون في ساعه معينه في توقيت معين، الاقي ان السيستم بتاعي ديت از اب اند رانينج. ادي معنى الافيليبيليتي. هناك فرق بين تعريف الافيليبيليتي والريلابيليتي، ان الريلابيليتي في فتره زمنيه، فتره عايزه فتره زمنيه عشان اقيسها، ولكن الافيليبيليتي عايزه لحظه، في اللحظة أو في التوقيت المحدد اللي أنا هستخدم فيه إيه السيستم، لازم يبقى السيستم إن سيرفيس وراننج وأند أب. فمديت مثال اللي هو التليفون إكستشينج سويتش، يعني في التليفون إكستشينج سويتش ليست بتستخدم في جميع الأوقات، يعني أنت مش بتستخدم أو تخش عليها أو بتعمل كول في جميع الأوقات، لكن أنت يهمك وقت ما أنت تيجي تستخدم اللي هو هذه السويتش ان تكون اب اند رانينج وتديك السيرفيس بتاعتك، تعمل لك كوميونيكيشن مع من تريد. ادي الفرق بين اللي هي الافيليبيليتي والريلابيليتي. الجزء الاتريبيوت الثالثه من اللي هي الافيشنسي. الافيشنسي ان احنا عندنا اي سيستم باي سوفت وير سيستم بيبقى شغال على هاردوير طبعا، فلازم ان الا يستخدم اللي هو السوفت وير بتاعي ده كل الريسورسز اللي موجوده عندي، زي سي بي يو تايم
او الرام او الرام بتاعتي انا، يعني الرام ما اقدرش اشغل معاها حاجه تاني، وان اللي هي التايم بتاع البروسيس يستخدم على احسن استخدام في الفتره الزمنيه بتاعت اللي هي السوفت وير بتاعي. فديت it uses its resources in the most effective manner. ادي معنى الافيشن efficiency. اليوزابيليتي، وده مهم جدا، ان السيستم بتاعك is usable، ومين اللي هيحكم عليه؟ ويوزابل دي جاء من اليوزر. طب فازاي هيبقى اليوزابيليتي؟ هو ان السيستم سهل تعلمه في خلال فترة زمنية محددة، في خلال فترة زمنية قصيرة، وبالتالي اليوزر سيقبل على هذا النظام لانه هيحقق له اللي هو السهولة والبساطة، وبالتالي الانتاجية بتاعته بتاعت اللي هي اليوزر والاستفادة بتاعت اليوزر من هذا النظام ستزيد. فاليوزابيليتي عرفت من ذات ذا سوفت وير از ديفلوبد ان ساتش ا واي تو بي ايزلي ليرند باي يوزرز ان ا شورت بيريد اوف تايم. ادي تعريف اليوزابيليتي، يوزابل، ات از يوزابل، لكن لو هو كومبلكس مثلا او محتاج فتره زمنيه كبيره فالناس لن تقبل عليه. يوزابيليتي اتش اتيفد باي، عشان تحقق بقى اليوزابيليتي يعني اول حاجه فيه هناك انترفيس من خلاله بيتعامل اليوزر مع اللي هو السوفت وير ده، وان الدوكيومنتيشن بتاعته كومبليت وكلير، وكل ما هو متعلق بهذا السيستم از افيلابل تو ذا يوزر تو يمكن تو ميك ذا يوزرز ايبل تو بي ليرن ذا سيستم ان ا شورت بيريد اوف تايم. هنا حطيت بعض اللي هي الاسئله، اول اربع اسئله ازاي يعني الاسئله اللي هي ممكن تيجي في هذا الموضوع، لان هو موضوع مهم جدا برضو. ان انا بقول لك ان هناك سوفت وير از جود وهناك سوفت وير از باد. السوفت وير الباد الذي لا يحقق اللي هي اللي هي الاسينشال اتريبيوتس دي، كان نوت بي مينتين، از نوت سكيور، از نوت سيف، الريلابيليتي بتاعته منخفضه، الافيلابيليتي بتاعته فيها مشاكل، وان هو كومبلكس تو ذا يوزرز. فده موضوع جد يعني، هو ده اللي بيحقق لك. والاربعه اسينشال اتريبيوتس دول لو ترجع للسلايد الاولانيه جايه من التعريف او من الغرض من علم السوفت وير انجينيرنج. السؤال الاولاني giving reasons for your answer suggests which dependability attributes are likely to be the most critical for the following systems. هنا بيطلب منك، هو طالب بس يعني ايه اتريبيوت ذا موست كريتيكال، يعني ما تقفش بقى تسرد اللي هو كل اللي هو الاتريبيوتس اللي انت خدتها وكده، لكن هو عايز الموست لايكلي اللي هو السبب يعني اللي هو مهم او اللي يهمنا في هذا الموضوع. فاحنا عندنا اربعه سيستم، هم في انترنت سيرفر، سيرفر بروفايد باي اي اس بي ويز 1000 في كاستمرز بيخشوا على النت من خلال سيرفر معين. فانت يهمك ان السيرفر ده ما يبقى افيلابل، يعني لان ده في كاستمرز كتير جدا، فكل كاستمر انا ما اعرفش اللحظه اللي هو بيخش فيها، يعني ما اعرفش هو بيخش امتى. فبالتالي لو هو بقى يعني افيلابل لبعض الكاستمرز وكاستمرز اخرين نوت افيلابل، فيقول لك الافيلابيليتي بتاعته في مشاكل. A computer controlled scalpel، سكالبل ده معناها اللي هو مشرط او يعني اللي هو الادوات الجراحيه، يعني used in keyhole surgery. ففي كنترول سيستم بيستخدم لعمل اللي هي الفتحات الجراحيه. فطبعا ده اللي هو الفتحات الجراحيه ديت هيبقى فيها ان هو زي ما احنا هنشوف يعني ان هو يبقى سيف، اللي هو لان ممكن يسبب لك مشاكل. ايضا اللي هو وان هو لا يتعطل، اللي هو اللي ده اللي هي سكالبل دي. دايركشن كنترول سيستم يوز ان ساتلايت لونش، اي كنترول سيستم لو انت في طياره او في خلافه ده كنترول سيستم. يعني الطياره ايه اللي يهمك في الطياره؟ بتشيل بتمشي فتره زمنيه معينه اللي هي الطياره دي، فبالتالي يهمني ان تكون اللي هي احتماليه الاعطال فيها اقل ما يمكن، فدي تحقق لك اللي هي ايه الريلابيليتي. ان انترنت بيست بيرسونال، هنا اي فاينانس سيستم ان هو تو ريزيست الاكسيدنتال والديليبريت انتروجن. فاحنا قلنا ديت اللي هي يهمنا فيها اللي هي السكيورتي، لازم نفرق
بين واحدة الخطورة اللي هي فيها خطورة هنا على البيبل اللي هي الكمبيوتر كنترول سكالبل ديت، وديت حاجة هتدمج اللي هو الداتا بتاعت النظام. نطلع الإجابة. فأول حاجة اللي هي زي ما قلت لك انترنت سيرفر، فقلت لك أول سيستم اللي يهمنا فيه اللي هو الافيلابيليتي. تاني سيستم، وانا كاتب لك السيستم اللي هو الكنترول ده اللي هي السيفتي، والدايركشن كنترول زي ما في الطياره او في الصالات الريلابيليتي وسبب مذكور، واللي هي الفاينانشال سيستم او البنكينج سيستم اللي يهمنا فيه لان ده فيه داتا، اللي يهمنا فيه اللي هو السكيورتي. وده سؤال مهم يخليك يعني انت تفهم الموضوعات. سؤال اخر، اليوزابيليتي كان بي ميجرد ان تيرمز، بتقيس اللي تعرف ان السيستم ده يوزبل ازاي من غير ما انا يعني من غير حتى ما تعرف يعني ان هو ايزي تو بي ليرن باي ذا يوزر، اللي هي كومبليت دوكيومنتيشن اللي هي يستخدم اليوزر ممكن يتعلمه في فتره زمنيه معينه، وبالتالي الانتاجيه بتاعت اللي هي السيستم ستزيد. فبالتالي لما تيجي تبص كده سكيل تو ليرن ذا سيستم، يعني مهاره في تعلم السيستم سهله يعني، تايم ريكوايرد تو بيكام افيشنت ان سيستم يوسج بالوقت بتاعي، انكريز برودكتيفيتي لان السيستم سهل وبالتالي انا شغال فيه اي واحد ممكن يتعلم عليه. فمن هنا ستصل ان الاجابه الصح بتاعتك هي اللي هي اول اوف ذا اباف اللي هي دي. هاو از ريلابيليتي اند فيلير انتنسيتي ريليتد تو ايتش اذر، ازاي الاثنين دول خد بالك، الفيلير اللي هو النظام لا يؤدي الوظيفه بتاعته، والريلابيليتي يعني كثير الاعطال. فكثير الاعطال لما يكثر الاعطال يبقى الريلابيليتي تقل، يعني الاثنين عكس بعض. اللي هو فيلير فري اوبريشن يعني الريلابيليتي مينيمم. ادي فاحنا ناخد يعني السؤال ده برضو جميل، اللي هو هل دايركت ريليشن ولا انفيرس ريليشن ولا نو ريليشن ولا نان اوف ذا اباف. فبالتالي لما تيجي تعرف اللي هو خد بالك the reliability and failure intensity related to each other، فهتيجي تلاقي انها ايه inverse relation، دي تزيد دي تقل، دي تقل دي reliability تقيل. Thank you. Please don't forget to subscribe or comment حتى تستمر هذه القناة في إعطاء وتبسيط اللي هي الموضوعات الخاصة بالسوفت وير انجينيرينج. Thank you very much.